تعالوا ناخد اول سؤال ومعانا ام محمد. اتفضلي يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نعمه وفضل الحمد لله. ربنا يعزك يا رب. لو سمحت انا عندي لك ثلاث اسئله. اتفضلي. انا ليا السؤال الاول، انا اتعرضت لعمليه نصب عن طريق التليفون. نصب؟ ايوه. وبعد كده سحب مني الفلوس، والفلوس دي ما كانتش بتاعتي. ده النصب دوت اللي هو بتاع قولي لي ارقام الـ 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 الرقم السري بتاع الحساب دوت. اه طيب. ايوه والكلام ده، وما كانتش بتاعتي، وجبتها من واحده جارتي وكده، وانهارت وعيطت واتمنيت كلام وحش كتير، وبعد كده يعني ندمت على ما عملته وكده يعني، وبسدد لها الفلوس ديت، بس انا بدعي عليك كتير. طيب ومش عارفه انت سؤالك بقى اعمل ايه؟ هقول لك تعملي ايه. ده السؤال الاولاني. ماشي ارد عليه بعد ما اقفل حضرتك. حاضر، ما عشان كده بقول لك السؤال الاولاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني، اختي مريضه كلى وبتغسل كلى ومركبه قساطر كتير في جسمها وكده يعني، واتبهدلت. فالدكتور منعها ان هي تتشطف بعد العاده الشهريه، يعني ما تتشطفش نهائي. فهي عايزه تصلي ومش عارفه. هي منعها ان هي تستعمل ميه خالص. تستعمل الميه نهائي. طيب اقول لا اجاوب على حضرتك. السؤال الثالث. السؤال الثالث لي، انا بساعد واحده مريضه يعني ملازمه الفراش، فغصب عني ساعات بتاسف من اللي انا بعمله. اقول لحضرتك اجاوب على حضرتك كمان في ده. طيب هل ده يعني حرام يضيع الثواب اللي انا بعمله ولا ايه؟ هقول لحضرتك اجاوب على حضرتك. السؤال الاولاني سؤال النصب، ان انت بتدعي على اللي نصب عليكي دوت ربنا ينتقم منه، او ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد لحاجه. اولا ده مش حرام، يعني انك تدعي على اللي ظلمك وعلى اللي نصب عليكي ده مش حرام، بس مش ذكاء. مش ذكاء ليه؟ انت مظلومه وابواب السماء مفتوحه لك، تدعي لنفسك. انت واحده بتسدي الاموال اللي عليكي، هل ده معنى ان الظالم ده هيعدي بجريمته؟ ابدا. الظلم ظلماته ان يوم القيامه هو مرتكب كبيره، والله سبحانه وتعالى لا يسامح في حقوق العباد الا اذا سامح العباد فيها. فصاحبنا دوت مربوط بمظلمتي، خلاص هو كده ربنا سبحانه وتعالى سيتعامل معه، وربنا سبحانه وتعالى لا ينسى. يبقى ايه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لن ينسى له هذا. طب انا اعمل ايه بقى؟ انا عندي دعاء مستجاب، واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. فانت عندك دعوة مستجاب، ادعي لنفسك بسعة الرزق، وادعي لنفسك بشرح الصدر، وادعي لنفسك براحة البال، وادعي لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يسد ما عليك من ديون. ادعي، دي دعوة مستجابة. فنصيحتي ليكي ادعي لنفسك اكتر ما تدعي على اللي ظلمك. تاني حاجة، اختك المريضة دي اللي هي مش الدكتور منعها ان هي تستعمل مية باي شكل من الاشكال، تتيمم وتصلي بتيممها، وتصلي بهذا التيمم، وتعمل ايه؟ تتيمم لكل صلاة اذا كان الدكتور منعها. لان ليس معنى ان الشخص يتيمم ان هو ما يكونش لما ما يكونش عنده مية بس، لا، ده هو ممكن يتيمم حتى اذا كان هو عنده مية ومش قادر يستعملها. ودي اسمه ايه؟ فقد الماء حكما. في فقد الماء حقيقة وحسا، وهو ان انا مش لاقي مية فتيمم، او ان انا افقد الماء حسا، افقد الماء حكما. يعني ايه؟ تبقى المية موجودة بس لو استعملتها واتوضيت بيها، واحد ممكن يعطش ويموت، او في بهيمة محترمة ممكن تموت، لا، يبقى انا اعمل ايه؟ او ان انا مريض وما اقدرش استعمل الايه؟ استعمل المية، يبقى دوت اسمه ايه؟ المية موجودة بس انا في حكم من لا اجد الماء، يبقى تيمم. يبقى هي تتيمم وتصلي. التيمم عشان طهارة ضعيف، ده اسمه ايه؟ استباحة الصلاة. وعشان هو ضعيف بنعمله في كل ايه؟ مع كل صلاة. طيب السؤال الثالث، لما بتتأففي من التنظيف خلي قلبك متأفف من الشيء القذر مش من الشخص نفسه. فإذا حصل لك الشيء الطبيعي النفساني دوت الطبيعي اللي بيحصل للإنسان ده، ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك عليه، لان القذرات احنا بنستقذرها. فاذا كان حصل لك الشيء الطبيعي ده ربنا مش هينقص من ثوابك خالص ان شاء الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيكي الثواب على ده. بس عشان دوت ممكن يجرح اختك المريضه، انا بشوف ان انت احسن ان انت تدربي نفسك على عدم الاحساس بده، وان شاء الله ربنا هيحصل لك ده مع الاعتياد، وان شاء الله ثوابك محفوظ كله ان شاء الله.